السيناريست والمخرج حازم متولي معانا في بوابة اخبار اليوم. اهلا بيكي. عايزينك بقى تكلمنا النهارده عن مشاركتك من خلال مهرجان 48. بصي، هو مشاركتي ليها حدود معينه. يعني هو اللي كان مطلوب مني في عدد الساعات ديت ان انا اتكلم مع مجموعه الشباب فيما يخص بنى السيناريو، منطق طريقه او منطق بنى السيناريو، ونتكلم في شويه تفاصيل على عمليه صناعه الفيلم نفسه ايا كان. يعني في حاجات انا بوصلها لهم او بقولها لهم بشكل محدد، وفي حاجات معتمده اكتر على استفساراتهم فيما يخص الموضوع ده. من خلال يعني الجلسات اللي انت عملتها مع كل فريق عمل هيقدم سيناريو، شايف هم فعلا موهوبين، عندهم الموهبه ان هم يقدموا فيلم يعني يحصل على جائزة الواي بير؟ بصي، هو لا بصي، الخمس مواضيع اللي شغالين عليها الشباب كلها حلو بصراحة. بقى تعرفنا النهاردة على مهرجان 48 ساعة. بصي، هو 48 ساعة أنا يمكن أول مرة أشارك فيه النهاردة أو في دورته السنة دي، وجت بالصدفة أن أنا كنت يعني حصلت على لقب سفير النهضة الحسنة تبع الأمم المتحدة، وده كان خبر حلو جدا جدا. أنا كنت البوست ده أو المكان ده أنا كنت حابب أن أنا أكون بشارك فيه عن طريق الفن، الأرت as a painter أو الميديا، أن أنا ليه experience في الميديا. فقدمت في حاجة زي كده وعملت كذا انترفيو، واللي هو قد إيه أن أنا هقدر ممكن أساعد بالحاجات اللي أنا عندي أو experience اللي أنا اتعلمتها أو اللي أنا بشتغل فيها في هذه المنظمة. المنظمة دي تابعة للأمم المتحدة، وهي هدفها، هي اسمها واي بير. واي هي اختار لكلمة يوث، بير اللي هي الجيرة أو الـ 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 الاختلاط ببعض. فهو كلها زي ما انت شفتي كل الشباب اللي موجودين هنا كلهم من دول مختلفة، دول عربية مختلفة، من لبنان، من فلسطين، من مصر، من الجزائر، من المغرب، من تونس، وكلهم هنا بهدف ان هم يعملوا فيلم. 48 ساعه هو ده مده الفيلم، ان في خلال 48 ساعه الناس دي كلهم هواه، ولكن بيبقى عندهم بذره موهبه او حابين الحاجه دي ولهم حابين. ترويس، عايز اعرف انت ازاي عرفتي مهرجان 48 ساعه؟ صحابي بعتوا لي اللينك على النت وعرفته، اصلا اخر يوم كان المفروض ابعت فيه وبعته، الحمد لله اكسبت. يعني زعلانه ان السيناريو بتاعك ما اتقبلش وان انت مشتركه في تيم فيلم تاني؟ لا بالعكس، كونك تشوفي سيناريوهات ناس تانية بتتعلمي اكتر وبتعرفي اكتر، وانا بالاصل يعني مش سيناريست قد ما انا نفسي اتعلم اخراج وتمثيل اكتر. انت استعلي ان انت حابه ان انت تتعلمي من خلال المهرجان هنا فكره الاخراج؟ تمام اخراج، وانا اصلا داخله تصوير، يعني داخله في الفيلم بتاعي تصوير وتمثيل. بداية قبل الورشة التي استفدنا منها، استفدنا للتعرف على أشخاص كهؤلاء، هذا أول شيء، بناء شبكة من التعارف، وبالرغم من أننا أتينا من اليمن، هذا من ناحية. من ناحية أخرى استفدنا كيفية كتابة السيناريو، استفدنا من القصص التي تأهلت معنا، الخمس القصص في المرحلة النهائية، أيضا كيفية الإخراج وأساسيات التصوير. وغدا بإذن الله إن شاء الله، طبعا أنا اللي بكتب السيناريو هنا في هذا الجروب، بنستفيد إن شاء الله بكرة في التدريب. كل عضو من أعضاء الجروب بيدخل في دورة، ناس مع السيناريو وناس آخرين مع التصوير، ناس آخرين مع المونتاج. فكرة السيناريو بتاعتي هي حاجة بتحصل كتير قوي اليومين دول في مصر، يعني هو عن التحرش، بس التحرش من نوع مختلف، هو التحرش داخل العيلة. يمكن شوية هو من القضايا اللي بنكتم عليها، ما بنرضاش نطلعها على السطح كتير، بس فقررت ان انا يعني ان انا كنت انا واحد صاحبي قبل كده وقلنا انه هنطلعها على السطح وهنناقشها بس.
رامي عطاري من فلسطين، طبيب بسنة الامتياز بآخر سنة. عرفت عن الـ 48 فيست من خلال منتدى اسمه شارك، بعثوا لي الإيميل قالوا لي إنه مبعوث لهم من حدا من اللي هو الجروب اللي اسمه YB. اوكي بعتين لي اياه، قالوا لي انه شوف انت شو بيطلع معك، اكتب قصه، لانه هم بيعرفوني اني انا اللي بعمل هالاشياء. فكتبت القصه والحمد لله مشي الحال. مستر كوراي سيرين هو متخصص تسويق احتفال 48 ساعه، هو خامس مره يتعمل على مستوى العالم واول مره يتعمل في مصر. هدفه ان هو يجمع ما بين الشباب اللي عندهم قضايا بيطرحوها، وهي خاصه القضايا ذات تاثير كبير علينا في قيمة الدول العربية، سواء الحديث عن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية، العنف ضد المرأة، النوع الاجتماعي، التعليم، مشاركة الشباب والمشاركة المجتمعية. تم اختيار المشاركين في الاجتماع بناء على مسابقة عملت ان هم يبعتوا النصوص اللي هم عايزين يشوفوها في او يشاركوا بيها في المسابقة وفي الاحتفالية. كان العنوان الاحتفالية السنة دي اسمه The World We Want، او العالم الذي نريد ان نراه. هي فرصة ان احنا نوصل بين الشباب، ان احنا نحاول نوصل صوتهم او القضايا اللي بيتكلموا عنها على وإيه اللي عايزين يشوفوه في المستقبل في هذه القضايا.